ده انت يا استاذ. نعم. مش هتنفع. هو انت كل ما تشوفي خلايا تقولي مش هتنفع؟ مش هتنفع. لا هتنفع، بس هتنفع في حاله واحده بس. انك تعملي اللي قلت لك عليه. ظبطيها؟ ظبطتها. لبستيها؟ لبستها. انتكتيها؟ ايوه. اوكي دخليها. انت اللي جبته لنفسك. يعني ايه؟ انت اللي جبته لنفسك. انت ناوي على ايه؟ ادخلي يا شربات. يعني ايه دي؟ ما تستعمليش. زيزي يا زيزي. دستور. نعم؟ دستور. دستورك معاكي. هي بالظبط هي. بقولك ايه؟ ايوه. لا 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 لفي. الف لا. علشان عايز اتفرج. لا لا هواني فرجة ولا بتقولي الف عشان يا راجلين. هي بالظبط هي. باكينام. مين ده اللي بتنام؟ لا مش ايه الحلاوه دي؟ ايوه الست زيزي جابتها لي. ايه الشياكه دي؟ ايوه الست زيزي جابتها لي. ايه الجمال ده؟ الست زيزي جابتها لي. جابتها لي. دي حاجه عظيمه. ايوه. منتهى الشياكه. ان شاء الله يخليك يا باب. بس عايز اسالك سؤال يا شربات. ايوه. ايه ده؟ دي تمسك مني بتراسي. تمسك منك بتراسك؟ ايوه يا باب. مش لايق يا شربات. مش حلو يا باشا. مش قوي يعني. يعني هشيله. يا ريت. بس انا يعني لو شعري حايش ولا حاجة. لا 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 حلو 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 جميل. بس تعالي قوليلي ايه ده؟ مين كان بيلعب كرة هنا؟ كنت هقع. قوليلي. ايوه يا باشا. رحت لزيزي؟ ايوه الست زيزي قالت لي اطلع عشان اقولك النشيه بتاع. تقوليلي ايه؟ النشيه. ايوه يا باشا. اسمه النشيه؟ ايوه النشيه. لا 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 اسمه النشيد. ايوه النشيه. اقوله ولا غر؟ لا قولي. ولا غر ولا اقوله؟ لا لا قولي. انا حيرانه اقوله ولا غر؟ لا 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 قولي. ولا غر ولا اقوله؟ لا قولي. يعني بقول افكر معاك كده اقوله ولا غر؟ قولي. ايوه يا بني هقول. كويس. ولا غر؟ لا قولي يا شربات. ايوه يا باه. بس انا لازم ادخل فرقتي يا باه. انت معاكي فرقه؟ ايوه امال ايه؟ تتكلمي جد؟ ايوه يا باشا. طب اوكي دخلي الفرقه. طب دور وشك. ليه هم هيقلعوا؟ لا يا باشا دور وشك يا باشا. عشان ايه؟ عشان اعمل لك فجأة. تعمليني فجأة؟ واخرعك. وتخرعيني؟ ايوه يا باشا. لا اعمليني فجأة بس. طب دور وشك يا باشا. حاضر. ياض يا نخلة. ايوه. خش يا ولد. حاضر. ازيك يا نخله؟ عامل ايه يا ولد؟ لا ولد. انت نخله؟ ايوه. ربنا يطرح فيك البركه. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك يا نخله. ربنا يخليك يا انت منور والله. ربنا يخليك حضرتك اللي منور يا بيه. ايه؟ مالك يا نخله؟ اصل انا متضايق يا بيه وعندي مأساة. متضايق وعندك مأساة؟ اه. ايه المأساة اللي عندك؟ اصل انا امي ماتت ليلة دخلتها. امك ماتت ليله دخلتها؟ اه. امال انت جيت ازاي؟ جيت في تاكس. لا يا باشا استهبل ده. يشرفوا فرقتك. هي دي فرقتك؟ لا يا باشا يشرفوا. ماشي. دور وشك يا باشا. تاني؟ فرقتي يا باشا. ايه ده انت عامله بقى حاجه جامده. ايوه امال ايه؟ يا ولا. النبي يا باشا. اهو مدور. ياض يا برطم خش يا ولا. مين برطم ده؟ يا مشرفني يا مشرفني يا ولا. مايسترو. اوه نو شياكه حلوه قوي المخده اللي انت حاططها دي. يعني ساعات تعمل كده وتقوم نايم عليها شويه. ايوه ماشي. دور وشك يا باه. لسه في فرقه؟ ايوه فاجئتي يعني. انت عندك فجاه بقى؟ ايوه انا فاجئتي. تتكلمي جد؟ ايوه يا باه. حاضر انا ادور انا. ايوه يا باه دور وشك يا باه. انت مالك مستغلساني كده؟ العفو يا باه العفو يا باه. بس انا قبل ما ادور وشي عايز اقول لك على حاجه حلوه بقى. ايوه يا باه. ايه الفستان الجميل ده وايه ده؟ بروبرو. بروبرو. ايوه يا باه بروبرو. طيب وايه اللي على عينيك ده كمان؟ بروبرو. كله بروبرو بروبرو. ايوه امال ايه يا باه؟ دي حاجه حلوه خالص. دور وشك يا باه. حاضر حاضر. فاجئتي. انا مستني فاجئتي. لا والله. لا مش هبص. يعني لو بصيت للفجأة هبص. لا لا انا معقوله يعني مش هبص الفجأة. ما بصهاش يعني. انا عايز اخرعك.
المفاجأة دي؟ دي فجأة هايلة، فجأة عظيمة. ايوه بس انا لسه ما قلتش النشاه. دور وشك عشان اعمل فاجئ واقول النشاه. انت مالك بتسخفيني كده؟ يعني انا يعني انا المفروض بشجعك يعني. ده انت سيدنا يا باشا. الله يخليك. لا العفو، ما تقوليش كده. ايوه دور وشك يا باشا. طيب وخلصنا يعني. لا لا العفو يا اجري يلا. يلا يا بقى أنا أسفة يا بقى. أنا بيعجبنك على طبيعتك يعني. أيوة يا بقى أمال إيه؟ أنا همثل عليك لا يعني. لا معقول؟ أيوة أمال إيه؟ حاضر أهو. يسعيدك يسعيدك بس تعالى. وايه دي بقى ان شاء الله؟ ايه دي؟ دي الاستعباط بتاعي. الاستعباط بتاعك؟ وقفتني ليه؟ ها؟ وقفتني ليه؟ اني لسه ما خلصتش النشاه. بتوقفني ليه؟ بتظلمني يا ظالم؟ بتكبتني وتبطني كده اهو؟ ابطك؟ وقفتني ليه واني لسه مخلصتش النشاه؟ لا لا اله الا الله يا اخ. هو النشاه ايوه بتوقفني ليه؟ يا خلص 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 النشاه؟ بتوقفني ليه؟ حصل له النشاه يعني قطم وسطك كده وانت موقفه؟ هو النشاه لسه مخلص؟ مخلصش النشاه. هو اسمه النشاه ولا النشاه؟ ايا كان يعني مخلصش. طب انا اسف اني قطعتك. تقبلته. تقبلته؟ ايوه انت بتوصني ليه؟ هو مين اللي بيشتغل عند التاني؟ خلاص انا ما كنتش اعرف ان النشيه لسه مخلص. مخلصش. طب يا اختي كمل النشاه. احنا اسفين. تقبلناه. يلا يا سيدي في تكملة النشاه. يلا لسه كتير يعني؟ انا اسف انا اسف. يلا يلا النشاه. واحد اثنين هب. يسعدك يسعدك. انت بتخرعيني بقى دي. انت مش قلت في تكمله للنشيه؟ ايوه يا بقى. انت قلت اتنين يسعدك. هما 16 يسعدك. لا بجد. واني زودت عليهم حته واني طالع على السلم. يا ما شاء الله. يعني وانت طالع على السلم كده لقيتي في حته جت في خيالك تقوليها؟ ايوه يا ولا. ايوه يا بقى. يعني ده معناه انك بتألفي؟ ايوه بليف. بليف؟ ايوه اسمها بليف؟ ايوه يا بابا. اسمها بألف؟ ايوه بليف. ايوه يا بابا. قولي ايوه ايوه اسمها إيوة. بألف مش بليف. ايوه بليف. ايوه ماشي ماشي. إيوة. يعني انت دلوقتي هتسمعينا الحته الزياده اللي هتليفيها وانت طالعه على السلم. ايوه يا بابا. اوكي نسمعها. طب دور مش عايز فجأة. كفايه الفجأة اللي فاتت وانت عامله كده. قلبي كان هيقف الحقيقه. يلا الدخله بقى على انا هعمل الدخل دي فرقتني. مش عارف ليه المعامله سيئه منك كده يا شربات. يا بدا انت سيدنا يا بدا. سيدنا انت بتقعدي تدينا على قفاه وتقولي سيدنا؟ اللي ده انت سيدنا. انا اديتك على قفاك يا بدا. انا حتى ما شفتوش الغلط. خلاص انتهينا. اتفضلي عايزين نسمع الحته اللي وانت طالعه على السلم. ايوه يا بدا. استنى استنى. حلو قوي الحته الكابوكي دي.
ياباني. أنا بس عايز أستعد لها أصلها كانت مفو... دي اللي كانت فاجئة بقى. والله فاجئتك؟ أيوه أوي. أيوه أنا مبسوطة. يلا أنت مبسوطة؟ حلو. يلا يا ابني علشان نشوف الدخلة عشان نسمع الحتة الزيادة اللي ألفتها وهي طالعة على السلم. أنا يا بلا هقول لهم يا بلا. طيب حاضر. أنا عايزة أمثل يسعدك. الشك الشك. وأرقص وأغني يسعدك. الشك الشك. خلينا أمثل يسعدك. الشك الشك. وأرقص وأغني يسعدك. الشك الشك. حم حم. البنت شمعة تحترق. ايه؟ ما تخضنيش بقى دي. انت دلوقتي قلتي انك ألفت حتة وانت طالعة السلم. ايوه يا بيه. فين دي؟ حم حم. يا سلام. حلوة. وانت طالعة هم هم؟ ايوه. امال لو كنت نازلة هتعملي ايه؟ نه نه. انا بضحك معاك. لا لا. شفت مطرف في مصر عمل كده؟ في الحقيقة لا. اللي ساب التحكيمه بقى يغني يعرف يعمل كده؟ ساب التحكيمه بيغني؟ ده مين ده؟ ما تعرفوش والله؟ لا والله ما اعرفه. ده مشهور قوي. مشهور قوي؟ مشهور قوي وانا ما اعرفهاش. من استغرق؟ من استغرق؟ طب كمليها. من استغرق؟ يعني عشان نفهم. مشهور قوي. أنا حاسس إن أنا أهبل. أشهر أوي. ده مشهور أوي. مين؟ يعني قولي. إيه؟ خلاص. أنا مش عارفة أنا. أشهر يعني مين؟ أقول غنوته. يا ريت. كلمات مش واضحة الحقيقة، يعني نفسي تدققي في الكلمات علشان بس أقدر أركز فيها إذا سمحت. يعني أني هقول وأني هغار. اسمع. حاضر. آه إيه؟ وما بتقوليش حاجة. خش يعني. أصله مشهورة. طب ما تعرفوش. طب معلش قولي. ايه اسمع. انا سامعه. واحد اتنين تلاته اربعه. ايه؟ ولا واحد ولا ميه ولا الف ستمية مليون المية ولا مليون. حبيب القلب من هو الجوا واللي ساكن مليون المية القلب من هو الجوا كمان المليون القلب من هو الجوا ولا مليون. دي حسبه مش اغنيه. مش عارف مين اللي بيغني. حكيم ساب التحكيمه بقى غني. لا والله. محمد دياب يعرف يعمل كده؟ مين
محمد دياب ده؟ عمرو فؤاد يعرف يعمل كده؟ العكس يا ماما. توفيق عباس يعرف يعمل كده؟ مين توفيق عباس ده؟ عبد الله محمود يعرف يعمل كده؟ شعبان عبد الحليم يعرف يعمل كده؟ مين شعبان عبد الحليم ده؟ ده مشهور. ايه ده؟ انا عايزه امثل يسعدك الشك الشك زيزي مربوط وامثل يسعدك الشك الشك زيزي خلينا امثل يسعدك بس شعرك بس قولي له النشية بي قولي لنا شوف الرعية بي يا ريت قولي النشية بي عايز اسمع النشية اقول ولا غور ده يا قولي يا بي وديهم لا تخافوا من اهلا بكو شيك اهلا بكو شيك زيزي يلي احنا جينا زيزي الشك الشك اهلا بيكو الشك الشك اهلا بيكو الشك الشك يلي احنا جينا الشك الشك بس هلا الشك احنا فرحانين بلا فرحانين بلا متنيلان كده زيزي بقى انا مديلك البنت عشان تظبطيها وتوضبيها تعملي اللي بتعمليه ده وانيش دراني وانيش دراني ايه؟ جاتك القوى انت ايه مرض عدوى ايه يا اختي انت بتفرضي ثقافتك علينا انا ضد العولمه ايه انا ضد العولمه لا انا ضد العولمه لا 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 اه يا ولد يا ويله ايه اه يا ولد يا ويله ايه خلها وتنزل الديره ايه خلها وتنزل الديره يا حلوه يا بلا حياه ماما شرفتي اخواتي علينا بس ياما بس يا اختي يلا يلا بره يلا يلا يا كلاب انا في القنافه دي بتاعتي يحصل كده اه يا واد يا ولد ومشهوره قوي ايه ده طيب يا سيدي انت ضربت في رقبتي ضربت في رقبتي ايوه طردت فرقتك انت مش اخلاق فنان امال اخلاق ايه زبال تعالي هنا تعالي هنا اقفي هنا مش عايز اسمع صوتك ليه بيه ليه بيه ده انا هبهدلك ولا نفس اني قلت بس اني بس اني قلت اخرصي كلبانه في شكلك ضربه في مصارينك انت قلت ايه قلت ايه دلوقتي وانا ماشي اني ما قلتش حاجه انت هتعملي لي فيها بريئه بقى ما قلتش حاجه انا سمعتك ببرطمي وانا ماشي قلت ايه والله يا ابن اللذينه ما قلت حاجه والله العظيم والله اني اولى اني مظلومه بس ايه ابن اللذينه دي بس بس انا انت بس على راسنا اسكتي خلاص خلاص انت هنا جاتك الخرا خلصت راحك ده انت راس يا بيه اشيلك على بس يا بيه خلاص مش عايز اسمع صوتك خالص كبالة في شكلك السالفه مناخيرك قلت ايه؟ تعالى قلت ايه دلوقتي؟ انا سامعك وانا ماشي قلت ايه؟ والله يا ابن اللذينة انا ما قلت حاجة مش عايز اسمع صوتك خالص تعالى لا تعالي هي نفس الطول نفس الشكل نفس طول الشعر نفس لون العينين هي باكي نام يا ربي هي باكي نام الحمد لله الحمد لله بقول لك ايه؟ تعرفي تفي؟ جاتك العرف باكينام قالت سو مش ايه ده انت جننت ولا ايه عزب بكلم نفسك ليه ايوه جننت ايوه وهجننك معايا اصبري عليا جنني لا قلعتوني ولبستوني وصورتوني من غير ما تقولوا لي يا اولاد اللذينه بس يا اولاد اللذينه دي بس خليكي معايا بص
متوقفوني بالمعوقة يا ولاد اللزانة. كسرت متوقفوني معوقة. لا بس. لا لكن بس ده شرف البنت زي عدد. بس ديبك ينام. ايوه وديبك ينام. ايوه وانت هيبقى اسمك باكي نام وهندلعك نقول لك يا باكي. انا مش باكي على حد، وبعدين انا بنام في بيتنا، انا من عاله. من عاله؟ من عاله مين ان شاء الله؟ انا شربات بنت الزناتي. يعني بنت الزناتي خليفه؟ ايوه بنت الزناتي خديجه. اولا الزناتي ده مش ابوكي، ده جوز امي. ماني عارفه بقول له يابا. اه بالك انا لو لقيت حد احسن منه وكتاب لما كنت عبرت. يا سلام على القصر. ايوه والله يا بالك. ايوه برافو عليك. عموما يا شربات يعني انا اعرف ان ابوكي احلى من الزناتي يعني. اهدي في ايه؟ انت يعني شكلك كده يعني ببصبص لي وبتملس علي، وده موقف غير مستحب لانسه زيي، ويعتبر في القانون تحرش. يعتبر ايه؟ تحرش. واني ممكن اصوت والم عليك ولا الناس. ولا تصوتي ولا تلمي. امال ايه؟ ولا حاجه. ايوه انت هنا اعتذر. حقك عليا تقبلته، وانا كمان تقبلته. بره امشي. اهدي بره. ايوه بره. يا ابن الأزينة الناس كلها شاهد عليك والله. ماشي حسبي الله والله العظيم. طيب. واللي في بطني داني مش هسيبه ابدا والله العظيم. انتوا ليه؟ اهدي تعالي هنا. اهدي ايه؟ نفسي راح على ترمس يا محسن والله. لا تعالي. انا مش محسن ولا ترمس. انت بتستهبلي عليا؟ ايه اللي بتعمليه بالظبط؟ انت مش فاهمني. لا بقى بحب افهم. اني بضحك معاك. اقفي هنا. شوفي يا شربات، ماني شايفه الا هو اني عاميه. انا مش قصدي تشوفي يعني تبصي، انا قصدي اقول لك يعني خليكي معايا. ماني معاك لا هو اني سبتك ومشيت. انا مش قصدي تخليكي معايا يعني تفضلي، انا قصدي اقول لك يعني فوقي. ماني فايقه لا هو اني ضربه بنجر ولا كشك. بس بقى بس. انت ايه لسانك ده مبرد؟ كل ما اقول لك كلمه تطلعي لي ديل. طلع لك ديل. ديل ايه؟ خبيها ورا. ايه داريه؟ هو ايه اللي داريه؟ داريه داريه. ايه هو اللي داريه؟ داريه دالك داري. ايه مش عايز استعباط؟ كل ما اقول لك حاجه تقعد تمط في الكلام. تمط في الكلام يا بني. قلت حاجه بتقولي كتير. الله عندي هخرس. لا ما تخرسيش. امال ايه؟ خدي بالك. هات. هو ايه؟ بالي. اه يا بنت اللذينة والناس دي كلها شاهد عليكي، واللي في بطني ده والله يا بنت اللذينة ما هسيبك ابدا. لا 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 اقعد عشان نستريح. ليه؟ عشان اللي في بطنك يا اختي. اختي في عينك. هتستعبطي عليا؟ دي مين؟ وانا مش درانه. مش بتقول تصويرتي؟ دي باكي نام. ايوه ودي؟ باكي نام. ايوه انا فين؟ الحمد لله. دي باكي نام وده باكي صاحي. اني بضحك معاك. قولي ورايا. انا باكي نام. اهدي. ايه؟ انت مش لسه ان ده باكي نام وده باكي نام؟ يبقى انت ازاي باكي نام يا اخوي؟ اسمها ايه؟ باكي نام. باكي نام. اسمها باكينا. ايه يعني انا هخرج من النشيه ادخل في باكينا؟ انت بتجيب الكلام ده منها؟ الا باكينا. اسمها باكينام. ايوه باكينا. اللي ايوه باكينا. اسمها باكينام. ايوه باكينا. ايه القلاطه دي؟ اللي ايوه باكي. كل حاجه ايوه. ايوه باكينا. ايوه 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 باكينا. اه البنت محضره دكتوراه في ايوه. كل حاجه ايوه ايوه. ايوه دكتوراه. ايوه ايوه ايوه. كاني حمار. ايوه جاتك الهوا. ما تستعبطيش. وقفي هنا. انت باكينام. اهدي. ايه انت مش لسه ان ده باكينا وده باكينا، وان انت كراجل يعني باكينا؟ يبقى انا ازاي باكينا؟ دي باكي نام. ايوه ودي باكي نام مفهومه. وانا باكي نام بدري.
أنا بضحك معاكي. من يعرف الله يحفظك. تحبي تبقي باكينام؟ ايوه. الحمد لله. ايوه. بس انا عايزك تفهميني. اني فهمك والله. تفهميني كويس يا حبيبتي. يا باني فهمك والله. يا ماما فهميني بقى. انت ابني؟ كنت فين يا صايع يا قلق؟ كنت فين يا طير؟ يا كنت فين؟ كنت فين ايه؟ هو مين ده؟ انا ابنك. ايوه. انت هتسكتي ولا اديك على خلقتك؟ عايز تدمك على خلقتك؟ انت مش ابن بطني. ايه يا اختي؟ انت ابن حرام يا ولد. بيت؟ بقول لامه بيت بعد ما شلت 17 سنة. 17 سنة؟ ايوه. ليه؟ ده انت كده تبقي غلبتي في ريال. 17 سنة ده ايه؟ ايوه. يلا عذب. والنبي ايه؟ ايوه. كل حاجة ايوه. خلاص قلت لك تحب باكينام؟ خلاص قلت لي هبقى باكينام. ايوه هبقى باكينام. اوكي. ايوه. علشان تبقي باكينام قول اعملي اللي هقول لك عليه. قول. هتعملي اللي هقول لك عليه؟ ايوه قول. ايه ايوه قول؟ قول قول ايه؟ اقول. حاضر هقول. ايوه قول. حاضر. علشان تبقي باكينام ايوه اقف يا عدل كده. ايوه. افردي ظهرك كده. صدرك لقدام. ايوه. دقنك لقدام. اهدي يعني كده اهو. بالظبط كده. اه كده اهو. علشان لما تمشي تمشي كده اهو. ايه العبط ده؟ عبط في عينك.